للمزيد ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس. دكتور أمجد أهلا وسهلا. حتى بعد صدور القرار الأخير من مجلس الأمن، مستمر الاحتلال في الانتهاكات ومستمر في ارتكاب المجازر، ولا تزال كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تبحث اليوم التالي للحرب وكذلك فرص التوصل لصفقة. برأيك ما هي الخطوة التالية للولايات المتحدة الأمريكية؟ تحياتي لكم وجميع السادة المشاهدين. لا أعتقد أن هناك خطوات أخرى للولايات المتحدة. هناك اجتماع يتم حاليا بين الفريق الإسرائيلي والفريق الأمريكي لإيجاد خطة مشتركة لعملية اجتياح قطاع غزة. أعتقد أن الأمريكان يحاولون إيجاد بدائل، ولكنهم قد يقتنعون ويشاركون في خطة لاجتياح مدينة رفح، رغبة في إصرار نتنياهو على الدخول على مدينة رفح بصفته أن مدينة رفح هي المعقل الأخير كما يروج نتنياهو، وأن اجتياحها سيدفعه إعلان الانتصار كما يروج نتنياهو ذلك. لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يمنع نتنياهو باجتياح مدينة رفح إلا في حال فرض إجراءات على إسرائيل أو فرض عقوبات واضحة جدا، سواء على مستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو العسكري. ولكن كل المؤشرات تدل على أن هذه الخطوات، ولكن دكتور أمجد، حتى بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في الجلسة الأخيرة وصدور هذا القرار والتوتر بين نتنياهو وبايدن، أنت ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في عملية رفح؟ نعم، التصويت في قرار مجلس الأمن هو الصيغة التي تم صياغتها، يعني كدكتور قانون دولي ليست صيغة إلزامية، يعني لا تعطي طابع بأن هناك آليات تنفيذ. لم تستند القرار إلى تحذير واضح وإلى إجراءات ممكن أن تتبع هذا القرار في حال رفضت إسرائيل تطبيقه. إسرائيل رفضت، وليس هو القرار الأول، هناك 30 قرار مجلس أمن تم التصويت عليه ولم تنفذه إسرائيل ولم يتبعه أي، ولكن حتى لو لم يكن هذا القرار إلزامي، ألا يعني ضمنيا عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على خطوات نتنياهو الأخيرة؟ كل المؤشرات التي نسمعها وحتى الآن اليوم قبل قليل نسمعها بأن اجتياح مدينة رفح سيكون بعد عيد الفطر حسب ما هو مقرر، حسب التسريبات التي جاءت من مجلس الحرب الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية بأن الاستعدادات لاجتياح مدينة رفح على قدم وساق، وأن هناك فريق إسرائيلي يقنع الطرف الأمريكي بأهمية هذه الخطوة. للأسف الشديد، يعني نظريا قرار مجلس الأمن يجب أن يكون إلزامي نظريا، ولكن تطبيقيا بحاجة إلى إرادة سياسية أمريكية وغربية غير موجودة. أيضا كل التصريحات الغربية والدولية لم تترجم لموقف، وهذا الموقف يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وفي حالة عدم إلزامه تبدأ الإجراءات كما هو متعارف عليه بالميثاق الأمم المتحدة، تبدأ إجراءات العقوبات الدولية تنهال على إسرائيل. ولكن هذا الاتجاه لم يحرك ساكن في هذا في 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 هذا في هذا الموضوع. لذلك نتنياهو يشعر بأنه في أمان، بعيد عن المساءلة، بعيد عن العقاب، وعندما يقوم المجرم بجريمته ويشعر بأنه لن يتم مساءلته أو عقابه يستمر بجريمته تحت صحيح. ولكن يمكن بخصوص عملية رفح تحديدا، كانت هناك تصريحات أمريكية أخيرة تقول لابد من وجود خطة لإجلاء المدنيين المتواجدين في رفح. طيب، وما خرج مؤخرا كذلك من البيت الأبيض يقول أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لم تعطي أي خطة بخصوص هذا الأمر، فكيف توافق الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم وتقول الآراء أنها ستقدم على المساعدة في هذه العملية وهي أصلا لم تتسلم هذه الخطة؟ نعم، هم أرسلوا البارحة مساعدات عسكرية لإسرائيل، رغم في ظل هذه الأزمة بين الإدارتين، حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية. هناك خطة طرحها
نتنياهو أرسل فريقه، رغم أنه عارض بإرسال فريقه لكنه أرسل فريقه للولايات المتحدة لإقناعهم. الولايات المتحدة موقفها واضح مع استمرار الحرب، ولكن مع تخفيف وليس مع تفادي قتل المدنيين، وهي تطالب بتخفيف قتل المدنيين وعدم استهدافهم بهذه الطريقة المتعمدة. الهدف الاستراتيجي متفق عليه بين الطرفين، الاختلاف هو بالشكل وبالأدوات للوصول إلى هذا الهدف، هذا هو الخلاف الأساسي. وهناك نماذج كثيرة حدثت، ليس فقط في النموذج الإسرائيلي، وكل ما نسمعه الآن عن خلافات داخلية وخلافات أمريكية تبقى هي سطحية وشكلية ولكن ليست بالمضمون، ولن تؤثر على وجود صراع أو وجود خلاف حقيقي يؤدي إلى تراكمات تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. هناك خلاف شخصي حدث ذلك في إدارات أخرى وتم تجاوزه، ولكن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل والمؤسسات التي تعمل بالاتجاهين لا أعتقد بأنها تأثرت من خلال اختلاف الرؤى السياسية أو اختلاف وجهات النظر بين نتنياهو وبين بايدن. هذا واقع، يعني منذ البداية نشعر بأنهم يريدون كسب الوقت. المهم في هذا الموضوع ماذا يحدث في الميدان، كل ما نسمعه لم يؤثر على المجازر والاستمرار في قتل المدنيين والاستمرار في تدمير البنية التحتية، مقومات البناء. لذلك كل أي تحرك من أجل وقف هذه الحرب أو وقف هذه المجازر، إدخال مساعدات بكميات كبيرة، أعتقد هو التغير الحقيقي. ولكن في ظل كل ما يقال في الإعلام ويقال عن خلافات وتصريحات في الأمم المتحدة سواء في المحكمة العدل الدولية أو في أروقة الأمم المتحدة، تصريحات الأمريكية، محاولات إيجاد بدائل، ولكن على الميدان نتنياهو يفعل ما يشاء بدون أي تردد وبوتيرة أكبر من الوتيرة التي كانت قبل إصدار قرار مجلس الأمن للأسف الشديد. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة دكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، شكرا لك على هذا التحليل.